بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا غالين؟ أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة ورمضان مبارك سعيد، ولا تنسوا العشر الأواخر وتحري ليلة القدر. قبل أن أبدأ هذا الموضوع السريع، أتمنى أن تشترك بقناتي وأن تنضم إلى أزيد من 29,000 مشترك ومشتركة بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس كي يصلك دائما كل جديد. وإن كنت من عائلتي اضغط لايك يا حلو. إذن على بركة الله، لماذا يقف طائر الباجي على رجل واحدة؟ سؤال طرح كثيرا في التعليقات ويتكرر باستمرار. هذا ما دفعني أن أنشئ له فيديو كجواب. الطائر يقف على رجل واحدة لسبب لا ثالث لهما. الأول، الطائر يقف وقفة مرتاح في مكانه بعدما يطمئن للمجثم والمكان الذي فيه القفص ويأخذ قيلولة، هو الآخر. والسبب الثاني وهو الأهم، أن تكون بعض الفطريات المتراكمة من جراء عدم تنظيف الأرضية مما يسبب عدم وقوف الطائر على رجله. والحل يا إخوان هو دهن رجل الطائر بزيت الزيتون لمدة 5 أيام متتالية مع نظافة الأرضية طبعا. وهناك حالة وهي الأصعب، أن يكون الطائر مريض ويصاحب الوقوف على رجل واحدة انتفاخ، فوجب تحديد نوع المرض من إسهال وأمعاء وأمراض أخرى. أتمنى أن أكون قد وفقت في شرح هذه النقطة، وأي سؤال أنا في الخدمة.